استمرارا لما قام به مع الوزير الأسبوع الماضي، حيث التقى بكم وعقد مؤتمر صحفي للاطلاع على الوضع في المملكة فيما يخص الكورونا أو متلازمة الشرق الأوسط، ارتأت الوزارة الاستمرار في الاجتماع مع الصحفيين ومقابلتهم بشكل باستمرار، ولإطلاعكم على آخر الإحصاءات والأرقام والخطوات والإجراءات التي تقوم بها الوزارة، إيمانا بها من أن هناك أن العلاقة لابد أن تكون مستمرة مع الصحافة، وأن المجتمع لابد أن يكون على اطلاع، وذلك من خلالكم لأنكم أنتم لساننا الذي ننطق به. طبعا الإحصاءات اللي سنذكرها اليوم موجودة على موقع الوزارة، أرجو من الصحفيين دائما يتعودوا بزيارة موقع الوزارة لأن هي الأرقام الحقيقية بعدا عن الشائعات وما يتناقله بعض من أرقام خاطئة الآخرون. بالنسبة مجموع الحالات إلى الآن من 2012 1141 حالة، الآن الموجود في مستشفيات 56 حالة، 7 حالات تم تسجيلها بالأمس، تقريبا يعني في معظم الحالات إن شاء الله الحمد لله في حالة جيدة. من عدد الحالات التي تم تشخيصها من بداية الفاشية في مستشفى الحرس الوطني أو مستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبد العزيز 53 حالة، 4 منهم عاملين صحيين، 32 لا يزالون في المستشفى، 3 في عزل في البيت في المنزل، تم إخراج شخص واحد، 17 وفاة رحمهم الله. طبعا استجابة لما حصل في عند ملاحظة ارتفاع الحالات في الحرس الوطني، قام مركز القيادة والتحكم بزيارة أو باتصال بالتواصل مع الحرس، وقمنا بإرسال عدة فرق. الفرق الأولى فرق الاستجابة السريعة، حيث قامت بزيارة الحرس ومتابعة والعمل مع الزملاء في مكافحة العدوى بالحرس الوطني للمحاولة لاحتواء الفاشية وتجنب أي زيادة في عدد الحالات، والآن هم يعملون يد بيد مع بعضهم، والحمد لله الأمور إن شاء الله جيدة والتعاون جدا ممتاز والتنسيق مستمر. أيضا قمنا بإرسال أو فرق الصحة العامة بمتابعة المخالطين ورصدهم ومتابعتهم لمدة 14 يوم لتجنب أي أو لمعرفة أو تعرف أي حالة جديدة في الوقت المناسب والتعامل معها في الوقت المناسب. أيضا مشاركة برنامج الوبائيات الحقلي، حيث يقوم بالتقصي الوبائي في المستشفى، والحمد لله الآن البرنامج يعمل على قدم وساق مع الزملاء في الحرس للمحاولة قدر الإمكان لمعرفة أسباب التفشي وتجنب أي زيادة في الحالات. بالنسبة على مستوى الرياض، تم التنسيق مع المستشفيات جميعها في الرياض على أن يكون هناك مناوبين في الإسعاف وأقسام الطوارئ من مكافحة العدوى على مدار الساعة، على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة هي على أهبة الاستعداد والاستجابة لأي حالة تدخل لأحد المستشفيات، والقيام بمراجعة اشتراطات مكافحة العدوى لضمان تطبيقها لتجنب أي تفشي وبائي. والحمد لله إلى الآن لا يوجد عندنا أي تفشي وبائي في أي أحد من المستشفيات، وكل المستشفيات وكل الحالات التي في المستشفيات إما لها علاقة بحالات أخرى أو أنها من مصدر أساسي اللي هو الحيوان. لذلك نحن الحمد لله يعني مطمئنين بالإجراءات التي تمت، ولكن هذا يتطلب من مساهمة المواطنين معنا في لنجاحنا، لابد أن المواطن يساهم، وأيضا يوجد معنا شركائنا الصحيين الذي هم يعني الحرس والعسكري والمستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، ونحن نعمل على مدار الساعة مع بعض والتنسيق دائم ومستمر، وهناك تبليغ واستخدام برنامج الترصد الوبائي حصن، وهذا يجعلنا على اطلاع على الوضع في المملكة وفي الرياض بشكل خصوص بحيث تكون استجابتنا سريعة.
وهناك أيضا شركاء كل وزارة الزراعة ووزارة البلديات وهم يعملون معنا برضو على مدار الساعة، وذلك لمحاولة مكافحة المصدر الأساسي للعدوى. بهذا الشكل يتم عمل مركز القيادة والتحكم، عمل ينسق بين الجهات والشركاء لمحاولة تجنب أي زيادة في عدد الحالات. أيضا يوجد لدينا شركاء عالميين، منظمة الصحة العالمية تدعمنا بالخبراء، أيضا دعم من مركز مكافحة الأمراض CDC بالولايات المتحدة. وكل هذه الجهود تعمل لمحاولة تجنب أي تفشي وعلى أنه يخرج من بؤرة واحدة. الآن البؤرة اللي عندنا اللي هي نتجت عن مستشفى الملك فهد بمدينة الملك عبد العزيز، وإن شاء الله سنتجاوزها سريعا وقريبا.